انا اسمي سامة سيد عبد الرحيم. يعني انا حاسه ان هي ركزت بالنسبه لي، بدات اركز اكتر انا دوري ايه في التغيير كعامله تنمويه وحتى في مستوى اسرتي او مجتمعي او المؤسسات اللي بتطوعها معاها. بشكل عام تاج تجربه سريه، وجزء من الحاجات اللي سريه بعيد عن الموضوعات النظريه والادوات حته بيئه التعلم اللي كانت بتخلقها الورشه، المدربين وكيفيه يعني نقول ايه تعاملهم، نقول اللي هو كان عميق جدا ومتفهم جدا لكل الخلفيات المختلفه المشاركين، ازاي كانوا بيستفيدوا من كل موقف بيحصل في الورشه، ويستفيدوا ان احنا طب لو حصل ده معانا في المجتمع هنعمل ايه. فانا حضرت برامج كتيره جدا، بس تاج كان اعتقد اعمق عشان الجزء ده، ان احنا بنستفيد من كل لحظه، وان بيتخلق مناخ فيه امان ان احنا الناس تعبر عن نفسها حتى يختلفوا مع بعض. اسمي علياء صابر حسين من محافظة الفيوم. يعني خلينا أقول أن التدريبات القيم المدنية أو القيم، مفهوم القيم المدنية، مفاهيم القيم المدنية، بدأت أطبقها مع جمعيات ومدارس بشكل تطوعي في مبادرات داخل محافظة الفيوم. أن أنا استخدمت أساليب زي التأمل في معظم الورش اللي أنا بشتغل فيها، أن أنا عملت بعض المبادرات مع الجمعيات على التعريف بأدوات المساءلة الاجتماعية وإزاي نستخدمها، إلى ان انا واساليب زي اساليب كتيره داخل، زي اسلوب مثلا السقية ده انا بستخدمه، او مش عارفه الاسم بالضبط، بس هو اسلوب تدريب استخدمناه في التدريب. فده كله خلاني يعني احط خطوات ايجابيه في حياتي المهنيه، واضافات انا شايفاها بتفرق مع الناس، وكمان ان انا بضمن مفهوم القيم المدنيه والمساءله في شغلي انا مع الناس اللي انا بشتغل معاهم. انا اسمي اميره صبيح، بشتغل استشاري مدرب. اكتر حاجه اتعلمناها ان سهل جدا ان انا احكم على الاخرين، لكن لما حد بقى يجي يحكم عليا دي حاجه تانية خالص. وده اللي تشوفيه في الشغل مع الناس، لما تخش في جمعيات وتخش مع الافراد والمجموعات الشابه اللي شغاله، كلهم بيشتغلوا في المواطنه الفعاله، كلهم بيشتغلوا في المساءله المجتمعيه، كلهم بيشتغلوا في الحكم الرشيد. الحكومه عملت ايه؟ المحليات عملت ايه؟ طب تعالى بقى انت بتعمل ايه؟ مش كل الناس كانت بتقول اه، مش كل الناس كانت بتقول لا. لكن احلى حاجه لما تبدا الناس بتعرفيها مفهوم الحوكمه الرشيده والمساءله المجتمعيه داخل المنظمات. كل حاجه لما نقول كلمه حكم رشيد نقول الحكومه، ما نقولش احنا نفسنا. فأحلى تجارب اللي أنا عشتها من خلال تاج إن إحنا نطبق الشفافية والمساءلة في المجتمع المدني نفسه، ودي خطوة محتاجين نشتغل عليها كتير في مصر. اسمي جون ميلاد، من أعضاء رحلة المغامرة بتاع تاج. بالنسبة للتاج، التاج كان مساحة حرة آمنة فيها نوع من التعبير الحر جدا والتلاقي بالناس، كلهم شكلا بينتموا للمجتمع المدني، لكن في الحقيقة كل واحد فيهم كان فرد متنوع في صراع في الاختلاف. طول الوقت المجتمع المدني على قد ما هو بيحاول للتغيير، لكن في نوع من التنافس في الخارج دايما بنشوفه. التاج خلقت نوع من المحاورة والتكامل والتشبيك والتماس، اللي هو وصلت للمرحلة بعد الورشة الثالثة ان بقى في حقيقي مبادرات ملهاش دعوة بأي دعم حكومي أو أجنبي أو أي تمويل كان، لكن هي متطوعين تاج شبكوا مع بعض، مثلا اشتغلوا على مراكز الشباب، على القيم المدنية، على المواطنة، على المساءلة. أنا عبد الله انضميت لتاج. يعني دي كانت دي أول خطوات اللي أنا كانت رحلة تاج بالنسبة لي، اللي هي حطيتني على الطريق. يمكن كنا شغالين كتير تنمية، وكان شغالين تنمية داخل الجمعيات وداخل المجتمع، بس كان ناقصنا حتة ان هنا هتدي الناس ايه بعد كده، او انت يا ترى تقعد تدي الناس كتير وهتسيبهم. لا يعني يمكن تاج خلاني افكر في حاجة تانية. لا ده انا بمسك، ده انا بحاول احط الناس على اول الطريق. يعني انتوا اللي هتعمل التغيير ده، هيجي منكم انتوا مش مني انا. انا محمد عزب من جمهورية مصر العربية. لو في مبادرة انا حابب اصيغها، مبادرة قومية حابب اصيغها داخل مصر علشان نتجه ناحية الديمقراطية، لازم يكون اساسها الاول هو نشر مفهوم القيم المدنية داخل المجتمع. انا مشيرة زيدان، مدير برامج بجمعية شباب للتنمية والبيئة. يمكن كانت اكتر حاجة كويسة جوه تاج هي مجموعة المصادر للتعلم الكبيرة جدا، زي البلوجز اللي احنا عملناها لكل الأنشطة اللي اتعملت جوه ورش العمل بتاع تاج. كان في مجموعة من الدراسات الميدانية والتجارب العالمية الخاصة بالمساءلة، يمكن دي قدرنا نستفيد بيها بشكل كبير، بالإضافة لخبرات الناس اللي كانوا موجودين وخبرات عالمية كمان. بدأ قدرنا ننقل ده لقادة التغيير جوه المجتمعات اللي أنا اشتغلت فيها.
أنا اسمي شريف جمال، مدير تنفيذي البرامج المشاركة السياسية في مؤسسة قضايا المرأة المصرية. طيب أنا شايف المستقبل بطريقة كبيرة، واعد وكويس إن أنا أبدأ من تحت. فوق يمكن العملية حصل فيها لخبطة كبيرة جدا والموضوع محدود بطريقة كبيرة، لكن لما ببدأ من تحت ومن خلال الناس ده بيؤدي لجزء وعي كبير جدا عند الناس، بيبتدوا ياخدوا حركات فاعلة على أرض الشارع، وده اللي يهمني إن الناس تتحرك على أرض الشارع بطريقة كبيرة. وهتلاقي في الفترة الأخيرة ناس كتير جدا ابتدت، لأ إحنا بنسأل على حقوقنا في المية، لأ طب إحنا بنسأل على حقوقنا في الصحة، لأ طب إحنا بنسأل على حقوقنا في الأجور. أنا اسمي ماري رمسيس، وأنا بشتغل استشاري في مجال التنمية البشرية. الروح بتاع التاج هي روح مختلفة شوية، فهوش مشروع، لكن الناس بتيجي مع بعض بشكل يمكن بتجمعهم أكتر الاهتمام بموضوع المواطنة والشفافية والمساءلة والديمقراطية، علشان يحققوا حاجة هم مهتمين بيها ومؤمنين بيها. فدي الروح اللي موجودة في تاج، والهدف ان هم يوصلوا له الحقيقة، مش بس انه شفافية لمجرد شفافية او المساءلة لمجرد المساءلة او لمجرد انها يعني موضة الناس بتكلم عليها، ولكن علشان ده وسيلة فعالة جدا ان احنا نقلل من الفقر اللي موجود في مجتمعاتنا. انا استشاري حر، استشاري تنمية تعلم كبار. عايزة اقول ان مشروع تاج هو مشروع مهم جدا، لانه ساعد الناس كتير انها تتعلم او تكتسب وعي عن مفاهيم الشفافية والمساءلة الاجتماعية، وده مهم لكل مصري حاليا في مصر انه هو يكون واعي بالمفاهيم دي عشان يقدر ياخد اي اكشن لو اي مشكلة او اي موقف، بدل ما نبقى احنا يعني واخدين موقف سلبي. انا اسمي شيري صمويل بطرس، بشتغل في هيئة كوبتيك أورفنز، مسؤولة برامج. أنا بقول إنه الشباب دي في الأول ما كانش عندهم أمل في مصر، وما كانوش بيشعروا بالانتماء. لما مشروع تاج اديهم الأمل دوت، ولقوا إنه هم ممكن يبنوا الديمقراطية اللي هم بيدوروا عليها، ممكن يكون في وسائل يستخدموها في كل مكان من الأماكن اللي هم جايين منها علشان يشوفوا مصر زي ما هم بيحلموا بيها، علشان يهدوا الفساد اللي اتبنى طول السنين اللي فاتت. هم دلوقتي بقوا زي البذور اللي هيتبني عليها الديمقراطية اللي هم بيحلموا بيها. مصر هتبتدي تتحسن وتبني الديمقراطية بالشباب دول اللي ابتدوا يتعلموا يعني ايه ديمقراطية، يعني ايه مساءلة اجتماعية، يعني ايه شفافية.